نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، ونمسي بالخير على كل من انضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات، وإلى فقرتنا التالية حيث لا نزال في المشاركات الخارجية، وهذه المرة مع جمهورية مقدونيا التي لها مشاركة مميزة، وهي في الأصل تحتوي وتضم تاريخ مميز في الحقيقة، وإرث ثقافي وتراثي وتاريخي يشار إليه بالبنان. وما يميز كذلك هذه الجمهورية التي تقع في جنوب شرق أوروبا العديد ربما من الخصائص التي سنتعرف عليها مشاهدينا الكرام من ضيفنا الكريم الأستاذ أو الدكتور مسعود إدريس، رئيس قسم التاريخ والحضارة ومدير مؤسسة شارقة لتاريخ العلوم عند المسلمين. دكتور مساء الخير وحياك الله معنا. مساء الخير أستاذ محمد، كيف أهلا حالكم؟ وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. نحن أول حاجة يعني علمنا بأنكم كنتم قبل قليل في ندوة حملت عنوان التواصل الثقافي والحضاري بين مقدونيا والعالم الإسلامي، صحيح؟ نعم. جميل. يعني وهذه ضمن الندوات الثقافية التي تقام يوميا في أيام الشارقة التراثية، حدثني على أبرز ما تضمنت هذه الندوة من محاور دكتور. شكرا لهذه الدعوة أستاذ محمد، وأولا أبارككم يعني لهذه النشاطات الشارقة ومعهد التراث وتلفزيون الشارقة. هذه المساء كان لدينا إطلاق الكتابين في بعنوان حضارة الإسلامية في جنوب شرق أوروبا ما بين الماضي والمستقبل، صحيح، شمال مقدونيا نموذجا باللغة العربية وبالإنجليزية، صحيح، موجود أمامكم نسختين. احنا نبارك لك، تسمح لي دكتور أن نبارك لك على إصدار هذين الكتابين، هذا الإصدار باللغة العربية وهو من كذلك إصدارات معهد الشارقة للتراث، وكذلك هذا الإصدار الآخر باللغة الإنجليزية. نبارك لك دكتور هذين الإصدارين، تفضل. وتناولنا في هذا الكتاب بدأنا من تاريخ الإسلام في دول البلقانية وتواصل البلقان أو الدول البلقانية مع عالم العربي، وأعطينا نبذة عن التعايش ما بين المسلمين وغير المسلمين في منطقة البلقان. وانطلاقا من هذا الموضوع طلعنا إلى أعطينا نبذات عن التعليم والتربية في هذا في منطقة البلقان البلقانية. وأيضا السؤال كان لماذا ماضي والمستقبل، يعني لأن هناك أشياء كثير مفروض نحن نقوم بالتعاون مع دول مختلفة في العالم الإسلامي وخاصة العالم العربي في مجالات مختلفة، ليس فقط يعني العلوم التي لها علاقة بدراسات إسلامية بل بالثقافة العربية وبالحضارة العربية، أن نعرفهم إلى المنطقة البلقان والثقافة البلقانية وحضارة البلقانية إلى العالم العربي خاصة. وهذه كانت فكرة الانطلاق لهذا. جميل. يعني ما أبرز ملامح التواصل الثقافي الإسلامي دكتور يعني الذي امتازت به الحضارة المقدونية؟ أولا طبعا التركيز كان إلى شمال مقدونيا، ولكن كل المنطقة يعني تعرفون مقدونيا ويونان وصربيا وكوسوفو وألبانيا لهم علاقات تاريخية من زمان، و أولا تاريخيا كيف بدأ تاريخيا؟ هناك بعض دراسات المؤرخين أن الإسلام أولا وصل في هذا إلى هذه المنطقة في بداية القرن الأول في نهاية القرن الأول الهجري.
التواصل الأولية بدأت في هذه الفترة، ولكن طبعا ما كانت يعني في هذا الدخم يعني في هذا المستوى، ولكن بعد 3 قرون نجد أن التواصل التجاري كان، لأن تعرفون طريق الحرير الذي يبدأ في الصين وينتهي في يمر من مقدونيا الشمالية، يمر من الطريق اسمها فيا إغناتيا، ومن هذه فيا إغناتيا عن طريق ألبانيا الحالية تمر إلى إيطاليا. وهذه أهمية والتواصل مع الدول العربية هي هذا الطريق الحرير. صحيح. ونحن لدينا علاقات من هذه الفترات يعني. صحيح دكتور، نحن نشاهد في هذه اللحظات لقطات من معرض المخطوطات العربية في مقدونيا الذي أقيم هنا في ساحة التراث بالتحديد. حدثنا عن هذا المعرض دكتور وأبرز ما يتضمنه، وهنا كما نشاهد سيرة البروفيسور إسماعيل أحمدي. أستاذ إسماعيل أحمد مشهور في منطقة المقدونية وكوسوفا وفي علوم الشرقية والعربية، خريج بغداد والكويت، اشتغل كثير عن المخطوطات، ونحن في هذا معرض التراث قمنا بمشاركة مع معرض التراث، نقوم بعرض هذه المخطوطات الذي كان يشتغل أستاذ الدكتور إسماعيل أحمدي. ولكن بشكل عام مخطوطات ليس شيء جديد في منطقتنا، جزء من مخطوطات موجودة في مكتبة الجامعة الحكومية في شمال مقدونيا، ما يقارب 3000 مخطوطة إسلامية. لما أقول إسلامية ليس يعني أيضا دراسة إسلامية، تجد فلسفة، تجد منطق، تجد رياضيات. وقبل قليل أنا ذكرت إلى الزملاء أن وجدنا المخطوطة عن فلسفة التعليم. ما شاء الله. وهذه المخطوطات موجودة فقط في الجامعة، وما بالكم يعني في بيوت الناس. تعرفون الناس كانوا يدعون مخطوطات في بيوت ويحتفظون إلى هذه المخطوطات. صحيح. وإن شاء الله نتمنى أن هذه من خطوات الذي سنقوم في المستقبل لتحويل هذه أسماء المخطوطات أو المحتويات المخطوطات إلى الكتالوجات وإلى آخره يعني. جميل. يعني أيام الشارقة التراثية دكتور كملتقى لتراث العالم، ما أهمية المشاركة في هذه الأيام بالنسبة لكم؟ بمختصر يعني أنا ما ضيعت ولا وقت، يعني يوميا كنت أتابع نشاطات معهد التراث، لأن التراث هي من حياة الإنسان يوميا. مثلا لما كان افتتاح معهد التراث في الخرفكان، كنت اول واحد الذي حضرت يعني في الافتتاح. كيف وجدت خرفكان دكتور والافتتاح والمكان هنا؟ سأعطي لكم يعني بما اننا هذا العام كان المهم لاجل الخرفكان، لما عرضوا فيلم الخرفكان أخذت عائلتي وكنا في شاهدنا في المسرح مدرج خرفكان. نعم. أنا عندي بنت واحد وعمرها 6.5 تقريبا، ما شاء الله. اسمها وردة. نعم. وهي أول فيلم شاهد في حياتها في الخرفكان. والآن كل مرة في أي مكان نمشي هي إذا ترى أي شيء فيما يخص الفيلم خرفكان تقول يا والدي هذا خرفكان، فيلم خرفكان. وطبعا خرفكان لها مكانة متميزة في قلبنا، في قلبي شخصيا وفي عائلتي يعني. الله يسلمك دكتور. يعني عودة إلى مقدونيا ومشاركتها في أيام الشارقة التراثية، أبرز ما يميل
يميز ملامح التراث المقدوني من خلال جناح المشارك في هذه الأيام. تعرفون كان هناك الفولكلور الشعبي من مقدونيا، قاموا بعرض هنا في قلب الشارقة وفي خرفة كان أيضا. هذه كانت في هذه الدورة، دورة 18، هي مرة الثانية الذي يحضرون من جمهورية شمال مقدونيا الشعب الفولكلوري، وكلهم كانوا مسلمين مثلا. ورأينا أن الشعب المقدوني مسلمين أو غير مسلمين لديهم علاقة والتواصل والحب تجاه نشاطات أيام الشارقة، أيام التراث للشارقة. هذه من أبرز الأشياء التي لاحظنا في هذه الأيام. جميل. يعني عندما نجد مثل هذه الإصدارات، إصدار الحضارة الإسلامية بلغتين دكتور، يعني وركزت على الحضارة الإسلامية في جنوب شرق أوروبا بين الماضي وبين المستقبل، وتحديدا شمال مقدونيا النموذج دراسيا كما تفضلت، لماذا لم تذكر الحاضر؟ لماذا الماضي والمستقبل فقط دكتور؟ هناك مثل يقال: نحن نتذكر الماضي ونفكر الآن ونتخيل المستقبل. ونحن بما أننا نمر حاليا من حاضر، ولا بد لنا أن نقوم بتحضير أنفسنا إلى مستقبل. وهناك فصلين في هذا الكتاب يتحدث عن المستقبل الذي نحن نستطيع أن نتركز في مجالات مختلفة، مثلا مقترحة في فصل الأخير، فصل الثامن، هي عن موسوعة الإسلام البلقانية. هذه أول مرة نحن نطرحها عن طريق معهد التراث للشارقة وفي أيام التراث الشارقة. صحيح. يعني لاحظت كذلك في يعني جولة سريعة على هذا الإصدار دكتور بأنك وجهت شكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على جهوده في دعم التعليم والبحث العلمي كذلك، فيعني حدثنا كذلك عن هذه اللفتة الكريمة. طبعا صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي معنويا و لا أريد أن أستخدم هذا العبارة المادية، ولكن معنويا لها ارتباط مع الدول البلقانية وخاصة مقدونيا. مثلا أعطيكم مثال، أن صاحب السمو قبل 10 سنوات قام بدعم كلية الدراسات الإسلامية في مقدونيا في سكوبيا، طبعا لأنه متواضع لا يريد أن يذكر اسمه في هذه الكلية. أصلا مفروض أن يكون كلية الدراسة الإسلامية شيخ سلطان القاسمي، لأن هو من تبرعاته. الله يحفظه قامت. الله يحفظه. آمين يا رب. آمين. أنا سعدت دكتور بوجودك معي، وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، ومرة أخرى أهنئك على هذا الإصدار الجديد باللغتين العربية والإنجليزية. الأستاذ دكتور مسعود إدريس، رئيس قسم التاريخ والحضارة ومدير مؤسسة الشارقة لتاريخ العلوم عند المسلمين، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. شكرا. الله يحفظك. إذن مشاهدينا، من جديد إلى شماء المازني.